معانا على التليفون دكتور منار غانم. طبعا انا بقول لكم الكلام ده هزار لانه اليومين بتوع تشكيلات الحكومه يقول لك احنا عايزين كذا من الحكومه، هو فاضل بس ان الحكومه تغير الجو. المهم دكتور منار غانم عضو الهيئه العامه للارصاد الجويه، ازيك يا دكتور منار؟ اهلا بيك يا استاذ يوسف، واهلا بكل الساده المشاهدين. الحمد لله. ايه حكايه الموجه الحاره اللي هتبدا التلات دي؟ طيب خلينا نقول الاول ان احنا الايام دي يعني امس واول امس واليوم وكمان بكره الاثنين درجات الحراره كانت تعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، المعدلات الصيفيه المعتاده. أيوة. اللي تراوحت ما بين 34، بكره ان شاء الله متوقع من 35 ل 36 عظمى على القاهره الكبرى، فده المعدل الطبيعي للوقت ده من السنه. نتيجه تاثرنا بالكتل الهوائيه الشماليه وامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. حلو. لكن من يوم الثلاث يبدا تاثير منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه شديده الحراره تبدا تاثر علينا، هياثر علينا ارتفاع في قيم درجات الحراره عن المعدلات الطبيعيه بمعدل من درجتين لاربع درجات، وده في معظم محافظات الجمهوريه، يعني الارتفاع هيبدا من الثلاث في معظم المحافظات وهيكون عن الايام دي بمعدل من درجتين لاربع درجات. يعني ال 36 دي هتبقى 38 في الظل. 38 في الظل، وده يوم الثلاث، لان احنا لسه كمان مع الاربع والخميس توصل ل 39 عظمى على القاهره الكبرى في الظل. Not only but also. كملها يا دكتور منار. احنا كمان طبعا مش ارتفاع قيم درجات الحراره بس، احنا عندنا ارتفاع نسب الرطوبه، ارتفاع نسب الرطوبه اللي بتخلينا نحس بقيم درجات حراره محسوسه مرتفعه عن قيم درجات الحراره المقاسه في الظل. فاحنا قيمه درجه الحراره المحسوسه هتبقى اعلى من المقاسه بحوالي من درجتين لثلاث او اربع درجات، فهتكون العظمى المحسوسه على القاهره الكبرى من 40 ل 42 درجه مئويه، ده من يوم الثلاث وحتى نهايه الاسبوع. الموجه دي هتستمر معانا مده قد ايه؟ مده لا تقل عن اسبوع، يعني هي مكمله معانا بدايات الاسبوع اللي جاي، ومكمل معانا كمان لمنتصف الاسبوع القادم ان شاء الله. فبالتالي احنا هنحس بالارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره، وده في اغلب المناطق. المناطق الساحليه بتكون هي الاقل في قيم درجات الحراره، لكن الاعلى في نسب الرطوبه، واحنا بنقول نسب الرطوبه مرتفعه، فبالتالي تتجاوز ال 85 و90% في سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، تتجاوز ال 75 و80% في القاهره الكبرى، وده اللي هيخلينا نحس بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. لو اتعرضت لاشعه الشمس واتحركت تحت اشعه الشمس اكيد هحس بارتفاعات اكثر كمان في قيم درجات الحراره. يمكن احنا كان في نشاط لرياح معانا الايام الماضيه، ده خلانا نحس بعض الشيء في فترات المساء ساعات الليل، وخاصه في المدن الجديده بنسب رطوبه اقل او قيم درجات حراره اقل، لكن الايام اللي جايه كمان سرعات الرياح هتهدأ نوعا ما، فبالتالي ده يخلينا نحس اكثر بوجود نسب رطوبه في الجو. هيكون طبعا في امتداد منخفض الهند الموسمي، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض. فاحنا دلوقتي عندنا يعني بشكل ملحوظ وكلنا حاسينه ان الموجات اللي بتاثر علينا اصبحت موجات طويله ومتقاربه من بعضها بشكل كبير، وده اللي احنا مش متعودين عليه، فعشان كده احنا بناكد بس على كل الساده المشاهدين لازم نواجه الموجات دي، ان احنا اول حاجه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر. شده الاشعه الشمسي بتكون عاليه بشكل كبير، وبسجل قيمه درجه الحراره العظمى في الوقت ده. لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع يبقى لازم يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس. عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، انا كل نص ساعه او ربع ساعه لازم اغير درجه حراره جسمي. مهم كمان الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الاستفاضه فاتحه اللون. اتواجد في اماكن جيده للتهويه، طبعا ده ممكن يساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل. طبعا اتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وتبقى ازازه الميه موجوده في ايدي على مدار اليوم. انا حتى لو مش عطشان طبعا لازم اشرب ميه على مدار اليوم. هو مفيش حاجه في العلم تخلينا نعرف يعني مثلا اخواتنا في الامارات عرفوا ينزلوا المطر، عملوا استمطار، احنا ما عندناش حاجه تلطف الجو شويه؟ مفيش اي حاجه في العلم. هو لازم يبقى فيه سحب، وطالما فيه سحب يبقى هتحجب جزء من اشعه الشمس، يعني عشان ابقى اعمل عمليه الاستمطار للامارات عمل لازم يبقى يعني فيه سحب. نرفع معدل الرطوبه، يعني نرفع معدل البخر فيؤدي الى تكون السحب فتهدي الشمس شويه، صح؟
هو اصلا بتبقى السحب موجوده، يعني معدل البخر زياده وفي سحب موجوده، فبالتالي لو في سحب موجوده هنلاقي قيم درجات الحراره مش مرتفعه، فهي عمليه الاستمطار بتبقى موجوده دايما في الحالات اللي بيبقى موجود فيها سحب، فبالتالي هو ده طبيعه فصل الصيف. خلينا بس ناكد ان احنا في فصل الصيف ذروته بتبقى شهر 7 وشهر 8، طبيعي ان احنا نشوف في موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره، هي السنه دي بس زادت عددها بشكل كبير وبقت طويله بشكل كبير على غير المعتاد طبعا بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه، لكن احنا بقدر الامكان بس ناخد احتياطاتنا عشان ما نتاثرش، لان كمان استمرار ارتفاع قيم درجات الحراره فتره طويله ممكن ياثر على صحه المواطن نفسه وصحه الانسان. طبعا انا بقيت حاسس ان التغيرات المناخيه دي مستهدفاني انا شخصيا، يعني لان انا شخص ما بتحملش الحر. انا بشكرك جدا يا دكتور منار، كل الشكر دكتور منار غانم عضو الهيئه العامه للارصاد الجويه. طيب.